مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. هذا البرنامج الذي يأخذكم دائما بعناوين أهم وأبرز عناوين وأخبار صحفنا وجرائدنا المحلية. اليوم طبعا كالعادة مشاهدينا الكرام راح يعني نتناول بداية أهم العناوين اللي طلعتنا بها صحفنا المحلية الصادرة اليوم الأربعاء، ومن ثم بعد ذلك نقرأ يعني الصحف والعناوين ونفصل فيها بإذن الله تعالى. اليوم يعني يمكن الموضوع المطروح لا زال هو اجتماع اليوم مجلس التخطيط الأعلى مع مجلس الوزراء، حول طبعا موضوع زيادات الديزل وقود الطائرات، واحتمال أنه يناقش كذا موضوع على موضوع الكهرباء، هل هناك سيكون زيادة أو لا زيادة، هل ستشمل يعني أصحاب الدخول المرتفعة؟ طبعا مؤكدا أن أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لن تمس، وهذه التصريحات حتى اليوم رئيس الوزراء أكد بهذا الجانب لن تمس، وبالتالي سيكون الأمر متعلق بأصحاب الدخول المرتفعة، ويعني سكن الاستثماري يمكن هو اللي راح يشمل هذا الأمر، لكن طبعا هذا راح يكون وفق دراسة، الآن حتى موضوع الزيادة راح يشمل السكن الاستثماري والتجاري والشركات، قد ينعكس سلبا على المواطن العادي والبسيط. أنا ممكن أرفع هني الكهرباء، لكن هذا التاجر فلوس الكهرباء هذه زيادة راح يطلع من شبد المواطن ومن شبد الوافد اللي على قد حاله، وبالتالي سيكون الأمر عكسي. ما يهمه يعني شو المشكلة، يعني إذا كان يدفع شهريا 1000 دينار مثلا، لو قلنا افتراضا ما يكهرباء، ما هو محاسبها أساسا من خلال المنتجات اللي قاعد يبيعها، إذا زادت الألف صارت 2000، سيزيد السعر على سيزيد سعر البيع للعملاء سواء مواطن أو وافد، وبالتالي الأسعار راح تزداد. وهني السؤال لمجلس التخطيط الأعلى، هل سيأخذ في الاعتبار وهو في الحسبان هذا الأمر؟ هل وزارة التجارة راح تقوم بدورها في مراقبة الأسعار؟ طبعا احنا كلنا عارفين وزارة التجارة يعني لا حياة لمن تنادي، نائمة منذ سنوات ولن تقوم بهذا الدور، هذا كله وإن قال وصرح وعمله كله كلام مأخوذ خيره، احنا نتكلم بواقع، لا يمكن ولن تستطيع على مدى السنوات 50 سنة ماضية لم تستطيع أي وزارة وزارات التجارة السنوات الماضية كلها أن تقيد يعني التجار بالأسعار، أسعار كل ما تزيد تزيد، وبالتالي ما في سيطرة، وبالتالي هذه زيادة يجب إن كانت ستكون يعني إذا كما يقولون على سكن الاستثماري والتجاري وعلى أصحاب الدخول المرتفعة، نسبة أكثر من 90% ستنقلب عكسا على المواطن البسيط. على هذا الأمر راح نشوفه بعد قليل بإذن الله تعالى، نحاول ناخذ ونفصل فيه حتى يعني لا يقصون علينا، لا يحاولون والله يطلعوا لي بشغلة والله ترى لن نمس الشريحة المحدودة ولا المتوسطة وراح نروح الكذا كذا، التاجر والله ما همه زدت عليه الكهرباء ولا الماء ما همه، هذا مطلعها مطلع الفلوس هذه مطلعها من المواطن أو من الوافد، ما عنده مشكلة في هذا الجانب، لن يخسر دينار واحد، لأن أي منتج سواء يستورده أو يصنعه هو أساسا حاط بالاعتبار العمالة اللي عنده والكهرباء والماء والمواصلات والديزل والوقود المواصلات عنده، كل هذه الأمور والعمالة كل هذه الأمور ماخذها يعني في الاعتبار، وبالتالي طلع ربحه، بتزيد الكهرباء بيزيد نسبة الربح، بتزيد عليه الماء بيزيد، بتزيد عليه الديزل بيزيد عليك أسعار هذه المنتجات، وهكذا. هذا أمر بسيط جدا، وأي إنسان بسيط جدا في الاقتصاد يعرف هذه الأمور، وبالتالي من الخطورة بمكان أعتقد أن النقاش اليوم مجلس التخطيط مع مجلس الوزراء سيكون خطير جدا، وليس بالأمر السهل، ولا يهون لبعض النواب وبعض يعني الاقتصاديين بأن هذا الأمر سيمس فقط شريحة الطبقة يعني الغنية أو التجار، لا لا لا، هذا الأمر سيمس الجميع. عموما راح أفصل فيه بعد قليل بإذن الله تعالى. هذا الموضوع اليوم أنا لاحظت أن كثير من صحفنا المحلية اهتمت فيه، وحاطين اليوم جداول وتوقعات الكهرباء راح تكون كذي للسكن الخاص والسكن الاستثماري وللشقق، والأمور هذه كلها راح نشوفها بعد قليل. هذا الموضوع أعتقد هو الأبرز اليوم، موضوع يمكن موضوع التجنيس ما تجنيس اليوم، يمكن وزير شيخ محمد عبد الله نفن يكون هناك خلاف مجلس الوزراء، وكأنه يشير بأن مجلس الوزراء متضامن وما عنده أي خلافات في هذا الموضوع، ولكن ملفات لم تكن جاهزة في الأمس يوم الاثنين، وبالتالي أجلت إلى الأسابيع المقبلة. هذا تقريبا مشاهدي الكرام أبرز يمكن حدثين اليوم طلعتنا به الصحف المحلية، وهناك الكثير والكثير من الأخبار المتنوعة والمتفرقة راح نشوفها وراح نناقشها بعد قليل بإذن الله تعالى. عموما راح نناقش كل هذه المواضيع ونحللها بعد قليل، وراح شاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي، حياك الله أخ محمد.
حياك الله أبو محمد، وكذلك نرحب بالمشاهدين الكرام الذين انضموا إلينا لقراءة أهم أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء. مثل ما تفضل أخوي عويد، يمكن كان هناك يمكن سائد يعني من ما قاله الشيخ محمد العبد الله حول ما يدور في قضية الجناسي. اختلف يعني حجم الخبر سواء على مستوى أنه فوق الطاوية أو تحت، أو يعني ما أخذ جانب معين من الصفحة الأولى، لكن الكل توحد بأنه في الصفحة الأولى. الخبر الذي يمكن ما زال موجود اللي هو قضية النفط، وأعتقد أن اليوم يمكن في مانشيتين متعاكسين، أنا أعتقد أنهم ضد بعض، اللي هي أعتقد مانشيت الشاهد والنظرة أعتقد الذي لها بعد عن النفط على البترول، شنو قاعد يصير حاليا في نزول الأسعار، وين وصل نزول الأسعار، وكذلك النظرة التجارية التي يمكن بدأ الكل يسوق عليها بأن تريد من الحكومة أن تأخذ ويعني تأخذ من هذا المنحنى جانب آخر ضد المواطن، أو بمعنى أصح بأن هنالك ناقوس خطر وأن هنالك مشكلة على الحكومة أن تتحرك. شو الحكومة تتحرك في قضية قد لا حول لها ولا قوة، يعني أمر يعني محسوم عالميا. بالتالي يمكن هذه من القضايا المهمة يعني اللي طال الحديث فيها، ويعني الكل يريد أن يركب على موجتها والاستفادة منها لتسويق قضية ما في عقله، وقد لا تكون على الواقع شيئا موجودا. إلا أن أعتقد أن المانشيتين يمكن مناقشتهم مع بعضهم البعض يكون له فائدة لكم ومعرفة وين راح نصل في قضية انخفاض برميل النفط. هذا يمكن أبرز ما يمكن سيدور في قضية هي قضية مهمة جدا، ويمكن ليست المواطن البسيط لكن انعكاساتها، وهناك من يركب على الموجة هذه لمآرب أخرى. نعم. طيب، خلونا المشاهدين الكرام الآن نذهب إلى عناوين صحفنا المحلية ليوم الأربعاء، ونبدأ بأول جريدة ونشوف عناوين جريدة الشاهد. عنوان الرئيسي لجريدة الشاهد: حروب تكسير عظام وراء خفض أسعار النفط لإخضاع روسيا في أوكرانيا وكسر ظهر إيران في سوريا ووقف المضاربات على الذهب الأسود، صفقات سياسية غير معلنة هدفها إضعاف دول الخليج اقتصاديا، أوبك تدخل لعبة الأمريكان وتعلن عن نيتها عدم خفض الإنتاج. عنوان آخر لعبد الله: لا خلافات بين الوزراء حول سحب الجناسي نافيا صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام. والعمير: بديل الرواتب الاستراتيجي سيقر في الدور المقبل، لجنة لتحديد الأولويات بين السلطتين. الحكومة تعلن موقفها اليوم من رفع الدعم للكهرباء والبنزين، مجلس الخدمة لم ينتهي من إعداد البديل الاستراتيجي بشكل نهائي، والأرصاد أمطار خفيفة خلال أيام. القرضاوي البغدادي كان إخوانيا، كون التنظيم بعد خروجه من السجن. الداخلية تعد قانونا يخولها تفتيش المنازل والسيارات بحثا عن الأسلحة والمطلوبين جنائيا. مجلس الأمة علق شعاره الجديد، والتجارة تكشف قريبا عن حرامية الديزل وتجارة الأغذية الفاسدة، متنفذون يضغطون لإغلاق الملفين. دول الخليج تتجه للاستثمار في الطاقة الكهربائية، والطيران التركي يخصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني. 10 شركات تشارك في تطوير الحقول النفطية، والجيش العراقي يقتل مفتي داعش ومساعديه، وداعش تفخخ القطط وتجند الحمير والأحصنة. الخالد: الأراضي السورية أصبحت حاضنة للتنظيمات الإرهابية، والمدعج: اتخذنا الخطوات لإيجاد الفيزا السياحية الموحدة في الخليج. الكويت الثالثة خليجيا في غلاء المعيشة، وقطر الأولى في التضخم. الصراف: تركيب 128 كاميرا مراقبة في المستشفى الأميري. اليوم: أضخم مزاد للعقارات والأبراج والمجمعات السكنية. هذه عناوين جريدة الشاهد. يعني أخ محمد، يمكن موضوع النفط بخليه لأدمجه مع موضوع القبس حتى يعني يكون الموضوع مكتمل. هل هو فعلا الانخفاض هذا مفتعل أو غير مفتعل؟ لكن واضح أنه مفتعل، وأن انخفاض النفط هو أهداف سياسية وحرب يعني حاصلة الآن في المنطقة بين دول الخليج وبين إيران. واضح هذا الأمر جليا، يعني أكثر المتضررين من انخفاض أسعار النفط كما يعني وضعت يمكن جدول وكالة رويترز هي إيران وفنزويلا، وأقل المتضررين هو دول الخليج الكويت والسعودية والإمارات.
وهذا يدلك أن هناك حرب يعني غير معلنة في هذا الجانب. والدليل أن حرب أن حتى دول الخليج في شهر 11 المقبل راح تزيد إنتاجها، يعني ما راح تنزل، لا بتزيد بعد. فهذا يدلك أن هناك يعني أهداف أخرى لهذا الأمر. راح نناقش هذا الأمر بس بخليه لي بعد قليل. في خبر وشاهد يقول التجارة تكشف قريبا عن حرامية الديزل وتجارة الأغذية. ما عرفنا للتجارة، مرة يقول لك والله القانون ما يخولني أنا أعلن عن الشركات، وهذا كلام مدير البلدية. والتجارة كل يوم مساكين يعني ما عندهم إلا التصريح، بس تصريحات إعلامية لا أكثر ولا أقل، يقول لك والله أبعلن عن سامي، شو اللي مانعكم؟ إذا أنت تقولون ما عندنا القانون يمنعني أن أعلن عن اسم الشركة أو المتنفذ، شنو هالتصريح؟ أنا بس بقول لك شغله، بس حتى نعرف وزارة التجارة أضعف مما يعني مما يمكن تخيل الشخص أنه فعلا لديه القدرة، هي لديه الأدوات لكن ليست لديه القدرة لمجابهتها. أنا ما لومهم لأن اللي أمامهم شيء كبير جدا، يعني الكل يعلم بأن أغلب القياديين ينتمون إلى طبقة معينة أو طبقة تجارية، بالتالي أعتقد اليوم اتخذت وزارة التجارة عددا من الإجراءات تجاه الشركات التي تم ضبطها أثر محاولة تهريب المشتقات النفطية، محاولة تهريب، هربوا الناس وخلصوا، أي محاولة الديزل راح برا خلصوا السالفة. شوف، ودعت مصادر وزارة التجارة إلى الإفصاح عن هذه الشركات المتورطة في التهريب والمتاجرة بالأغذية الفاسدة، مشيرة إلى أن هناك عصابات محلية تشتري الديزل من أماكن عدة وتنقلها من أماكن عدة من محطات الوقود. يعني وش الأماكن العدة تشتري من الديزل؟ ما في إلا محطات الوقود. يقول وتنقلها في صهاريج صغيرة إلى أماكن التخزين لها في صليبية، حيث أن وسائل التهريب ثلاثة، أولها الشاحنات القادمة من السعودية، ثم من يتعاملون من الجيش الأمريكي في العراق، فضلا عن المحطات المتخصصة في التوزيع المحلي، إضافة لاستخدام الحاويات محملة بالبضائع الخارجة من الموانئ الكويتية. وبالتالي أعتقد يعني كثر ما تكلم عن هذه القضية أبو محمد هي قضية سهلة جدا للتناول والحديث عنها، لكن عند نصل الإجراءات كيفية ماذا فعلت وزارة التجارة تجاه هذه القضية، ماذا سيحدث يعني أمام يعني إحنا في ضبطوا في ناس هربوا ديزل، شو اللي صار عليهم لحد الحين إحنا ما ندري عنهم. في الجانب الآخر عن قضية الأغذية الفاسدة، هي نفس القضية وهي قضية واحدة، شنو صار عليهم بالأخير؟ ما في شيء راح يصل عليهم. ما نرى الآن أن هذا الملفين سيتم أو النظر فيه من قبل وزارة التجارة أن سيتم إغلاقهم، لكن على أرض الواقع العمل عكس مما يقول، القضية ما زالت موجودة. والدليل على ذلك أن كان هناك لجنة للتحقيق عن تهريب الديزل البرلمانية إلى هذا الحد أو لهذا الوضع، يعني الناس طلعت أرباحها وخلصوا وباعوا وانتهوا، والجماعة عدم يبحثون من اللي راح يهرب الديزل أو كيفية تهريب الديزل. وهذا الموضوع اللي المفروض يعني الحكومة أنها تحسم هذه القضية وكيفية التعاون مع أدواتها، ولديها الأدوات ولديها القدرة لحسم هذا الموضوع. طيب خلنا نذهب إلى السياسة ونشوف عناوين السياسة. عنوان السياسة اليوم المبارك: لن نقبل الإضرار بمحدودي الدخل، الأنظار تتجه لاجتماع مجلسي الوزراء والتخطيط اليوم وزيادة الكهرباء محسومة. الرفاعي قرار حاسم اليوم بشأن رفع الدعم عن الكروسين والديزل وشرائح الكهرباء، محروقات الكويت الأقل سعرا والأعلى دعما، والتغليص لن يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار. العمير: ننتظر عودة الغانم لتشكيل لجنة تحديد الأولويات بين المجلس والحكومة، والمعيوف للسياسة نقول لمدعي تقديم الخدمات مجانا هذا نص الدستور وليس من جيب أبوك. الإبعاد الفوري للمشاركين في المشاجرات الداخلية أجبرت خليجي هوشة الفنيوز على مقادرة البلاد. وكيل الداخلية: لن نتردد في عزل وتسريح أي عنصر فاسد حفاظا على صورة رجال الأمن. والحشاش: المجبرون على المقادرة تسببوا بإثارة الرعب وضربوا موظفي المجمع. مقتل أمريكي وإصابة آخر في هجوم مسلح بالرياض، الشرطة اعتقلت منفذ الاعتداء. الحوار الخليجي البريطاني ضرب الإرهاب في سوريا مبرر وضروري. أوبك تفقد السيطرة على التحكم بأسعار النفط على خلفية خلافات بين أعضائها. هذه عناوين جريدة السياسة. أخ محمد، السياسة اليوم ماخذين تصريحات لرئيس الوزراء بأنه لن يقبل بالإضراب بمحدودي الدخل كما قالت، وتذكر يعني
أبلغ نوابا رئيس الوزراء بأنه لن يقبل بالإضرار بمحدود الدخل. أبدمج السياسة مع الوطن، الوطن اليوم عنوانها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط، يناقشان اليوم زيادة الرسوم والمصادر، تؤكد أن التوجه المقترح كلما زاد الاستهلاك زادت التسعيرة. الكهرباء الأدنى في لسان والأقصى 12، الديزل 100 فلس لتر واحد، ومطالبات نيابية بإصدار الزيادات بتشريع قانوني، والحكومة صاحبة القرار في نسبة زيادة الأسعار وتوقيت فرضها. الحويلة ضعوا معايير لتعيين قيادات بعيدا عن دار الثقة، ويسلزل لدي شكوك في تصرفات مجلس إدارة الكويتية. يعني عموما هم وضعين جدول القبس الوطن والسياسة. أخي محمد، يعني الجدول موجود المقترح طبعا، ومثل ما ذكرنا يعني حتى القبس الوطن عفوا والسياسة تذكر من مجلس التخطيط ومجلس استشاري، واضح جدا أنهم الجدول اللي حاطينه يعني بيرعون طبقة محدودة من الطبقة المتوسطة، ويعني بيزيدون على سكن تجاري والحكومي والزراعي والصناعي والاستثماري. هذا كلامهم طبعا. طيب يعني أدنى شخص ملم شيء بسيط من الاقتصاد أخي محمد، معروف هذا الأمر، أنت بتزيد على التاجر، التاجر بيخسر يعني؟ لا طبعا. بيتأثر؟ استحالة. زين أنا زدت على التاجر، تاجر أنا عندي مصنع، أنا عندي مصنع لإنتاج الغلاصات والأغلام، أنا كلفني هذا الغلام مثلا دينار، زين، وحاط لي ربح مثلا ربع دينار، زادوا عليه الكهرباء بخلي دينار و300، إذا من اللي يدفع الآن زيادة؟ هل هو التاجر اللي دفع زيادة ولا المواطن الوافد اللي دفع؟ هذا شيء بسيط. أنا استغرب لما يحطون الجداول وترى زيادة ما راح تحوشكم، بتحوش الشركات، بتحوش الشركات الاستثمارية وكذا كذا كذا، كانوا يقصون علينا في هذا الجانب أخي محمد. مجلس التخطيط يعني يتغافل، يا يعني حاول يخدعنا في هذه الحركات اللي قاعد يسوونها. إن كان أي زيادة راح تمسنا، وأنت تذكر الديزل، الديزل زادوه على طراريد بس، الأسماك زادت أسعارها، طراريد زادت الأسعار، هذا الديزل، وردوا ثاني مرة قال لا خلاص وقفنا وكذي، يعني معناته أنت حتى الديزل بيزيدونه. شوف الزيادة راح تصير عليك، اللي راح يكون متفس. إذا زاد الديزل أو الكهرباء سواء شركات غيرة، ثق تماما هذا شيء طبيعي راح ينقلب على المواطن. إذا نرجع لكلام رئيس الوزراء، لن نقبل إضرار بمحدود الدخل. سمو رئيس الوزراء، أنا أعتقد إذا زاد هذا الأمر على التجار شيء طبيعي راح تنقلب على محدود الدخل، لأن وزارة التجارة نايمة ولن تستطيع أن توقف زيادة الأسعار. نعم، بس دقيقة بس أبين لك. لا أبين لك. تعتقد عندما تدعم الحكومة، بس هذا حطه في بالك، تدعم الحكومة البنزين، وتدعم الحكومة الديزل، وتدعم الحكومة الكهرباء التاجر، ألا تعتقد بأن القضية قضية الحكومة شو ما لها علاقة بالتاجر؟ لكن تدعمه حتى يكون يعني إنتاج أو ما يتم تداوله من قبل يعني هؤلاء التجار في متناول المواطنين فقط. نعم صحيح. بقول لك شنو الهدف صحيح من الدعم، الدعم نعم. مو للتاجر صحيح، الدعم القصد منه حتى لا يكون هناك تضخم في الأسعار. نعم، حتى يكون في مقدور المواطن شراء هذا المنتج، فيكون الميزانية أو نستطيع نقول أن يكون ربان هذا الموضوع هو الحكومة المتحكم الرئيسي في السعر. هذا جاء يعني مو سواد عيون التاجر، لا 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 انا اعطيك دعم، لا 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 اساس انا بالمنتج يكون هذا الكلام اللي قاعد اقول لك قريب لقدرة المواطن والوافد يشتري. هذا جانب. الجانب الاخر انا اعتقد جدول يضع مثل هذه القضيه، مثلك تعرف 12 فلس للكيلووات في القطاع التجاري والحكومي، يعني تعتقد ان الكيلووات صرف الكهرباء في التجاري نفس الصرف الكهرباء لدى المواطن؟ مو منطقي تحط لي مقارنة وتحط لي جدول وتحط لي مدري في السكن الخاص هذا ما يأتي مقارنة ولا وجه للمقارنة. الجانب اللي أنت بترتفع أو إذا رفعت جانب معين، وأعطيك على سبيل المثال اليوم أبو محمد عندنا مشكلة في القطاع الإسكاني في السكن، الحكومة لم تستطيع يعني ممثلة في الكل في كل الأجزاء الموجودة في أطراف الحكومة أن تضبط أسعار الأجارات والأسباب الاحتكار. التاجر إلى هذا اليوم لم يقدم للوطن شيء، بل بالعكس بدأ يضر في قضية الإسكان، وبدأ الإسكان يتصاعد حتى وصل أن الشقة يعني 500 دينار تصل، وأنا مو قاعد أبالغ، هذا شيء موجود. لذلك الدعم اللي قاعد يصير أو تقدم الحكومة للتجار سواء على مستوى المحروقات أو على مستوى يعني الكهرباء، هذا مردودة بالأخير لدى المواطن. السلعة، ارتفاع السلعة يكون ارتفاع من المصاريف، يعني عندما تكون يعني صرفي أنا يا تاجر مبلغ وقدره شلون أعوض على خسارتي؟
ليس بالمعقول والمنطقي أني اليوم أصرف 10,000 دينار وأرباحي 10,000 دينار، بكرة راح أصرف 20,000 دينار راح يكون ربحي نفسه 10,000 دينار، مو منطقي، أنا خسرت 10,000 هذاك من قبل. لذلك هي دراسة جدوى، وأنا الحكومة، أنا أقول على الحكومة أن تسمع جميع الأطراف، مو تسمع طرف واحد اللي هو المجلس على التخطيط، لأن هذا يكون في ضرر لأي خطة موجودة لدى الحكومة. اليوم محمد قضية الكهرباء قضية أعتقد تمس المواطن. أنا أعطيك جانب، عندما يكون المعمل يصرف مبلغ مالي، وأنت مثل ما تفضلت يعني على مستوى القلم، لا أنا أقولك على مستوى رغيف الخبز، يكلفني رغيف الخبز أكثر من 50، من اللي يدفع الفرق؟ فالحكومة راح تدفع الجانب الآخر، بالتالي هي هي. لا حتى رغيف الخبز، حتى نعطي معلومة للمشاهدين، ترى كان في زيادة، يعني شركة المخابز طلبت زيادة الأسعار، لكن مجلس الوزراء توصل الحل، يعني نوعا ما مشت على الكثير، اللي هو تغليل الوزن. نعم. يعني وزن رغيف الخبز الواحدة كان أكبر، تذكرون الخبز اللبناني السابق كان أكبر من هذا الحجم، وزن أكبر من الحجم الحالي، وبالتالي مجلس الوزراء ما يزيد على يعني كيس الخبز 50 فلس، خلاه نفس السعر لكن الكمية أو الوزن قل، وكان هذا مخرج. حتى ترى موضوع الغاز والاسطوانات يبدو قد يكون فيها حل أن تخفيض هذا، لكن أنا أبنطلق أخ محمد من تصريحات رئيس الوزراء تنقلها السياسة بأن لن يقبل الإضراب بمحدود الدخل، مو معناته أني ما زيد عليهم، لا، أني أضمن لهم أسعار، جميع الأسعار تكون ما فيها زيادة ومتناول اليد. أنا صحيح أني قد لا أزيد عليهم الأسعار في موضوع الكهرباء، لكن أنا راح أزيد عليهم كل المنتجات الموجودة في الجمعيات، راح أزيد عليهم الأسعار، وبالتالي أنا طريقة أو بأخرى زدت عليهم الأسعار وأضريت من محدود الدخل. صحيح أنا بالكهرباء ما ضريتهم، لكن في جوانب أخرى ضريتهم، كل شيء ارتفع عليهم الأسعار. فهني السؤال، وهني يعني صعوبة لدى مجلس التخطيط، كان فعلا لديهم التخطيط، كيف أحمي الطبقة المحدودة والمتوسطة من زيادة في الأسعار؟ أنا الآن ما أتكلم عن الكهرباء، أنت بتناولون الكهرباء فقط، لا الموضوع مو بالطريقة هذه يتناول، هناك أكثر من جوانب عديدة لهذا الموضوع، لزيادة واحدة راح يكون جوانب. وأنا ذكرنا مثال أخ محمد، زادوا الديزل على الطراريد، شفتوا الأسماك زادت الأسعار، صارت ضجة على الديزل، والآن طبعا راح يرفع الدعم، قد نكون نحن مع أو ضد، لكن نبي نشوف تداعيات هذا الرفع، هل راح يؤثر على المواطن البسيط أو ما، يعني 100% راح يؤثر على المواطن البسيط. كيف راح يستطيع مجلس التخطيط ومجلس الوزراء حماية الطبقة المحدودة والمتوسطة؟ أعتقد هذا السؤال مهم أخ محمد، هل فعلا مجلس الوزراء ومجلس التخطيط قادرين على وضع خطة لحماية الطبقة المحدودة والمتوسطة من أي زيادة في جميع الأسعار على جميع المستويات؟ أو بس أنا والله بس كهرباء بماني زايد عليكم وما لي شغل بالباقي، هذا مو تخطيط دولة إذا كان بالطريقة هذه، هذا تخطيط، هذا على قولتهم حسبة بدو، هذه الشغلة هذه لا حيوة بعد حسبة البدو ترى قطيبة شوية، لا والله ما عندهم حسبة بدو، حتى ما وصل للموز. إحنا مشكلتنا ما في متخصص، ما احترامنا لشخصهم الكريمة. المجلس الأعلى للتخطيط كنا نتمنى أن يكون هنالك يعني خبرات وشهادة مؤهلة، ما احترامنا، يعني هي ترضيات المجلس الأعلى للتخطيط، هي للترضيات. بالتالي اللي يقول لك انه راح يحسب لك، لا بيقول لك ان الكهرباء الحكومه قاعد تدخل لها مبلغ وقدره يعني تدفع 460 مليون دينار سنويا على الكهرباء، بنخليها تدفع 200 مليون، بدل 200 مليون اللي يدفع الباقي المواطن، هي المعادله وحده، دفعها الحكومه او دفعها المواطن، في كلا الحالتين راح يكون العقبه على الكل. أنا اللي أراه وفق الأرقام، أرقام هي عبارة عن حسبة بسيطة جدا، يقول أن الكيلوواط شكل والكيلوواط شكل فقط لا غير، بس نعم. معنى هذه القضية بأن القضية وضعت للكهرباء وأن الكهرباء راح يكون بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، طيب مدى تداعياتها؟ أي قضية لها تداعيات، والدليل على ذلك أن أنت أخذ أي قضية وضعها، كيفية تدارسها لازم يتدارسها من جميع الجوانب، يعني الجانب الاستهلاكي، الجانب المصرفي، الجانب التجاري، الجانب الاقتصادي، حتى في طريقة، نعم، هل فعلا لدى المواطن القدرة، يعني احنا نقول هل لدى المواطن القدرة الدفع باتجاه، ما هي اسعار الكهرباء ترى اسعار دول المجاور نفس الشيء، شو الفرق؟ صدق اخ محمد، في تخوف ان يعني كان هناك توجه، يعني وتذكر يمكن وزير المالية اعلنها، يعني أن بنزيد الدعم ونلقي ونفرض ضرائب، فقد يكون هناك التخوف أنه يقولك هذا بدال الضريبة، وبدال الآن إحنا الرواتب عالية جدا موجودة لدى المواطنين، ما نقدر نخفض ولا نقدر نفرض ضريبة، الحل ندخل المداخل هذه، ولا نقول لك نبي نزيد الكهرباء، نبي نرفع الدعم عن البنزين، نبي نرفع الدعم عن الديزل، نبي نرفع زين، وما راح نمس شريحة محدود الدخل المتوسطة، لكن من ناحية اقتصادية
هذه الزيادات راح تلتهم جميع ميزانيات الأسرة الكويتية وكذلك الوافدين، وبالتالي سيكون اللي راتبه 1000 دينار بيطلع لك كأنه 100 دينار ولا شيء. ليش؟ لأنه راح يروح كله على المشتريات والأسعار راح ترتفع ولا تطيع. هل هذا المخطط موجود أخي محمد بهذه الخباثة لدى البعض خطط له بهذا الشكل؟ ولا ننسى البنك الدولي كان يزن في هذا الجانب ويدفع في هذا الجانب، وللأسف هناك وزراء يدعمون هذا وهناك مستشارين وهناك قيادات في الدولة يعني تنتمي للطبق التجاري اللي ترى في هذا الآن وتدفع في هذا الاتجاه. موجود هذا المخطط، أنا خاف أن هذا المخطط اللي قاعد الآن شقالين عليه. أنا أعتقد أن اليوم نحن مقبلين على دور انعقاد في جانب آخر، هو عدم وجود مجلس الأمة بشكل أو بشكل آخر مهمش الدور الآخر والدور الرقابي على ما سيدور. لذلك نجد أن الطبقة التجارية أو ما يسمى بدفع قوانين تجارية لمصلحتهم العامة، لأنهم أعتقد هم ضمنوا يعني الكل الذي يدفع بهذا الاتجاه أن شلون نفرض ضريبة على المواطن، شلون نفرض ضريبة، شلون نرفع الكهرباء، شلون نرفع، يعني هذا في هاجس عندهم الحسد أعوذ بالله البعض، لا نستطيع أن نقول الكل. بالتالي هؤلاء بدأوا بضعف، وجود ضعف جانب مهم وضعف الجانب البرلماني. اليوم هو يعني جانبهم المهم بأنهم يسيروا بخطوات ثابتة لترابطهم مع بعض البعض لإيجاد قوانين يكون فيها تخصيص جميع القطاعات الحيوية، الصحة، الكهرباء إلى آخر الموضوع لجانبهم التجاري، ومن ثم يبدأ الجانب الآخر يصبح التضييق. ويعني وصل البعض يعني أنا يعني التاريخ يتحدث عن ذلك بأن هناك من يرفض أن يكون المواطن له بحبوحة من العيش. أنا بعتقد أن هذه القضية قضية خطيرة. لماذا؟ ماذا حدث لهؤلاء؟ يعني لماذا التضييق على المواطنين؟ وهذا جانب خطير. احنا نرجع إلى الجوانب الأساسية أبو محمد، لماذا يعني الحث على هذه القضية والدعوة لهذه القضية وكأن القضية الآن وصلت المواطن شكوا في البترول نزل والمواطن شكوا فيه، ما له علاقة في الأمر هذا، لكن لا يمس لا يقول الحين حتى في طريقة تعامله وطريقة كتابته في إركد، يعني جانب خطير. وأنا أنا بقرأها الآن القبس وراح ندخل موضوع أسعار النفط. خلنا نذهب إلى القبس ونشوف عناوين القبس. هبوط إضافي والبرميل إلى 83 دولارا، انخفاض النفط يغير الأولويات الحكومية، سعر صرف الدينار أقل من قيمته ب 27%، والكويت الأولى عربيا بمتوسط ما يملكه الفرد. 71 كويتيين يشاركون مع داعش، وتحضيرات لاجتماعات حكومية نيابية قبل انطلاق دور الانعقاد. العاهل السعودي لم يقتنع بتطمينات أمير قطر. هذه عناوين جريدة القبس. أخي محمد، واضح عنوان القبس هي تدفع باتجاه الاتجاه اللي دائما يعني تخوف الحكومة، ترى النفط يعني بينزل وانتم عندكم إسراف في الميزانية وقاعدين يعني توزعون وتفسسون فلوسنا على المواطنين وعلى الموظفين بالزيادات، وهذا كله يعني خرابيط والميزانية ضاعت وسوالف هذه، والبنك الدولي قال ووزير المالية قال، هذا هو ديدا في هذا الجانب تخويف وترهيب. وقلنا واضح أسعار النفط مشاهدي الكرام اللي حاصل الآن واضح جدا أنها متعمدة، والواضح جدا يعني دول الخليج هي المتعمدة في هذا الجانب يعني واضح. وقلنا لكم بأن يعني في جداول نشرتها وكالات الأنباء العالمية حول أكثر المتضررين هي إيران وفنزويلا، وأقل المتضررين دول الخليج من الزيادات. فمبالغات القبس قاعد تعملها، لا احنا عارف ان في هناك حرب إقليمية حاصلة، حرب اقتصادية إقليمية حاصلة وليس حرب يعني عسكرية، لكن حرب تحت الطاولة، هذا شيء طبيعي ومعروف هذا الأمر. والدليل ان رغم هذا الانخفاضات دول الخليج أعلنت ان شهر 11 راح نزيد بعد انتاجنا، ما راح نخفض راح نزيد الانتاج. وهذا ذكرته يمكن العنوان الشاهد أمانة هو الأقرب إلى الواقع. حروب تكسير عظام وراء خفض أسعار النفط، صح؟ تكسير عظام اللي حاصل الآن. فبالتالي لا نحاول يعني نستغفل الناس ونضحك شوي على الشعب ونحاول نخوف الوزراء وبزاوية أركي ترى النفط ترى نازل دير بالكم، يعني حاطين يوم المسؤول الحقيقي دق ناقوس الخطر قبل وقوع، يعني شو بيسوي يعني؟ يفرضون على المواطنين ضريبة يعني عشان النفط نزل ولا شو يسوي يعني الوزير؟ خلي يفرضون ضرائب على الشركات التجارية اللي رأس مالها من 100 مليون وفوق، نبي يفرضون عليه مدى ضريبة أقل شيء 50% ضريبة، مو 1%، 50%. ليش؟ لأنه ما شاء الله صار لهم 100 سنة والميزانيات والنقصات كلها ببطونهم ما شاء الله، مليارات طلعوا ما قدموا شيء لهذا الوطن. وبالتالي
يعني لا نحاول بهذا الشكل نستغفل ونحاول نضغط على الحكومة ونضغط على الوزراء ونستقل أحداث. نحن أنتم تعلمون علم اليقين بأنها هي حرب تكسير عظام ولن تؤثر لا على الكويت ولا على السعودية ولا على الإمارات ولا على الدول الخليجية هذا الانخفاض، لأن لو استمر سنة كاملة لن يؤثر هذا الانخفاض، وهو متعمد وحرب اقتصادية متعمدة. الهدف منها طبعا واضح هو يعني ضرب إيران في هذا الجانب بعد التطورات الخطيرة اللي حصلت في يعني اليمن واللي حصلت طبعا من قبل كانت في سوريا والمناطق الأخرى. هذا واضح جدا، الملف اليمن عكس وأثار دول الخليج ما حصل في اليمن، وبالتالي شيء طبيعي أن يكون لديهم تحرك في هذا الجانب. هذا أبجديات السياسة والتحرك. أخ محمد، ليس جديد على القبس أنها دائما تحاول تخوف المسؤولين في الدولة، الميزانية بتنهار، كل يوم جايبين لي واحد ما نعرف اسمه ايش، فلان الفلاني من البنك الدولي ما حد ما حتى زوجته ما تعرفه، حطوا لي صفحه كامله الميزانيه والدوله. الكلام هذا تراها من سنوات، يمكن من 20 30 سنه هذا الكلام هو يردد، ما صارت لا خساره الميزانيه. يا عمي بعد التحرير ترى وصل سعر البرميل 7 دولار بعد التحرير الكويت 7 دولار، يعني كان ماي الصحه اغلى من برميل النفط وصل، ومع ذلك كانت الحكومة ولله الحمد أعادت إعمار الكويت من إلى ولم تتأثر أصلا الدولة، وقعدنا 91 و92 و93 إلى تقريبا 96 والميزانية تعاني، وصل انخفاض رهيب جدا أيامها في أسعار النفط، ومع ذلك لم تؤثر والحمد لله شزنا. الآن أكثر من 12-13 سنة وهناك فائض الميزانية. عموما احنا نذكر هذا الأمر لا يغركم، وقد ويصل كلامنا هذا المسؤولين لا يغركم اللي قاعد يكتبون، والله اللي قاعد يكتب واللي قاعد ترويج هذا الإعلام أهداف ومآرب أخرى وليس الهدف حقيقي هذا الأمر. تعليق أخي محمد على هذا الأمر. شوف أنا والله حبيت إن البداية إني أقرن بين قضيتين مهمتين أو هي قضية واحدة، لكن كلنا أراها بزاوية. أعتقد بأن المواطن البسيط يعني سواء نزل يعني المستوى البرميل او لم ينزل، هناك ترى دراسات من قبل يعني المختصين في الدوله، من قبل مجلس الوزراء، من قبل المعنيين في البيع والشراء او ما شابه ذلك، هم يعلمون بان البرميل متحرك يصل له ارقام دنيا. واعتقد بان لو ينزل الى 50 دولار ترى القضيه قضيه بسيطه جدا، 50 دولار حتى في اخر تحليل اقتصادي بان القضيه يعني هو نازل في النزول او مستمر في النزول، لكن هل نزوله متعمد؟ اعتقد اليوم قراءه واضحه من قبل جريده الشاهد حول ان هنالك حرب تكسير عظام وراء خفض الاسعار، وذكر يعني هي صفقات سياسيه غير معلنه، اهدافها اضعاف دول الخليج اقتصاديا، اخضاع روسيا في اوكرانيا وكسر ظهر ايران في سوريا، وقف المضاربه على الذهب الاسود. هذه قضيه تحليل منطقي أن القضية قضية ليست على المواطن البسيط. أنا متعقد القبس، لماذا تربطين بين قضية البرميل وبين القير اللي ما ينطر آخر الشهر معاشه؟ ما له علاقة في الأمر. لا حضرتك الكويت الأولى العربية متوسط ما يمكن، يعني كان يقول الحكومة ترى النفط نازل والمواطن ترى أغنى الدول العربية بما متوسط ما يملكه. إيه يعني شوف المقارنة يعني تعمدا، هذا ترى ربط، هذا ربط يعني لهداف وذكاء جدا. وبعدين الكويت الأول عربية بمتوسط ما يملكه الفرد. أنا أعتقد بعيدة مرة ثانية، الكويت الأول عربية بمتوسط ما يملكه الفرد، على ماذا استندتي؟ أنت جريدة حضرتي مانشيت، وأنا ذكرت يمكن القبس كذا مرة ذكرت قضايا وأخر شيء تراجعت، نفس السلم الراتب الاستراتيجي مسوي عندنا استبيان وأخر شيء كاتب ثاني يوم تصريح بأنه غير واضح. إيه نبي نفهم وين راح نروح، يعني هو واضح ولا مو واضح؟ وإذا مو واضح شو سويت استبيان؟ وعلى أي أساس وضعت إن الكويت الأول عربي مصدر؟ على أي منطق، أي دراسة، أي مبدأ؟ يعني مبدأ يا حكومة ترى النفط نازل، لا مبدأ النفط نازل ومواطنينكم عندهم فلوس كثيرة، زيدوا عليهم يبقى ارفعوا عليهم الكهرباء والماي زين، وارفضوا عليهم الضريبة لأنهم أكثر الدول العربية، هذا واضح يعني. أنا هذا هو المنطق وهذه الرسالة. أنا أعتقد الدراسة اللي سووها دراسة سووها إلى عوائل قريبة من القبس يعني أو قريبة من الوسط التجاري، هذه دراسة صح، لكن المواطن الكويت كلام غير صحيح. يعني دليل على ذلك روح الى صندوق المعسرين، هي متوسط داخله، هي هذا كلام مو منطقي. بالتالي هم يريدون، هنالك من يريد، وانا اعيد، من يريد الدفع بالحكومه واحراج الحكومه لتنازلها عما تقدم الحكومه. يعني الحكومه يعني دائما سخيه، ممثله في يعني تنفيذات سمو تعليمات سمو امير البلاد،
فأنا أعتقد ما يدور الآن هو الترهيب، ترى قاعد تسوونه شكل ولا يوجد، أنا أعتقد لا يوجد رقم وفق منطق معين على أي ماذا. هو العنوان هذا موجه للمجلس الوزراء أخي محمد، واضح العنوان اليوم موجه إلى اجتماع مجلس الوزراء وإلى مجلس طيب التخطيط. احنا ليش ترى واضح هذه طيب حاطين لك يا مجلس التخطيط، تعال شوفوا بكرة يقعد عضو مجلس التخطيط ويقرأ العنوان، والله صحيح النفط نازل والكويت الأولى العربية، ها اذا يلا 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 يا معود خلينا نزيد، نوافق على زياده الكهرباء، لا لا امر اتفاق مجلس الاعلى للتخطيط من زمان، لكن عين هذا جانب رساله اخرى. لكن لماذا لا يكون ماشيت يعني القبس او اي صحيفه اكثر مبالغ ماليه تضخ للبنوك؟ وين راح تروح؟ وين الفوائد؟ لماذا لا يكون بهذه القضيه؟ لماذا لا نتحدث من هذه القضايا ان الكويت ان الحكومه قاعد تدفع بجوانب دعم القطاع الخاص غير، لا تدعم القطاع الخاص، كل ما قال دعم القطاع الخاص هذا غير العجلة الاقتصادية، العجلة الاقتصادية والقطاع الخاص والتشجيع. وهالمواطن ما عنده عجلة، ما عنده عجلات، ما عنده عجلة، عجلاتك كلها مبنشرة ما عندها، اي صح هذاك عجلاتهم كلها من ذهب يعني زين، والمليارات كلها في بنوكهم بدون فوائد. ما في وقت، ما في وقت، طيب نبي نعجل، خلينا نذهب الى ناخذ جريدتين النهار والجريدة والصباح، خلهم كلهم اساس ندمجهم مرة واحدة. جريدة الجريدة عناوينها اليوم مركزة على العناوين الإقليمية والدولية، بريطانيا يجب هزيمة أيديولوجية داعش قبل استحواذها على جيل كامل، الخالد الكويت في قلب التحالف الدولي، وسنزور العراق قريبا لدعم حكومته، والزياني التعاون الأمني الخليجي لا يتوقف على الاتفاقية فقط. المملكة المتحدة ملتزمون إعفاء الكويتيين من تأشيرة ونأسف للتأخير، والعمير أولويات الحكومة، البديل الاستراتيجي وجمع السلاح والتربية الوطنية، الخدمة المدنية، انهينا توصيف 3500 وظيفة. الزراعة 193 شركة ومؤسسة سوفت شروط تخصيص قسائم الأمن الغذائي من أصل 396 شركة فحصت ملفاتها، والكويت تستثمر مليار دولار في سوق الأسهم الصيني، الساعد ندرس الاستثمار بالبنية التحتية في لندن وأمريكا وأستراليا، والحوثيون يصلون إلى البحر الأحمر. نذهب إلى النهار، هذه عنوان الجريدة، شوف النهار، جيت النهار، النهار عنوانها اليوم تقريبا مثل الصباح، العبد الله لا خلاف حكوميا حول سحب الجنازي، الموضوع لم يكن مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء وما نشر محض اختلاق، ادعموا الكفاءات الوطنيه بعيدا عن انتماءات وتحقيق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص. لاري المحسوبيه والواسطه اهدرت الكفاءات الوطنيه، والامير استقبل سلطان بن سلمان ووزير الخارجيه البريطاني وامس، والعمير التربية الوطنية بدلا من التجنيد الإلزامي. خارطة الطريق للتعاون بين الخليجي وبريطانيا، رفض التدخل في شؤون اليمن، والخالد يؤكد الكويت في قلب اليمن. هومند مشكلة إعفاء الكويتيين والخليجيين من تأشيرة دخول بريطانيا فنية تقنية. أراضي تكفي لبناء 40,000 وحدة تتسلمها السكنية الأسبوع المقبل. واشنطن تفتتح مكتبا لقوة التجهيز السريع في الكويت. هذه عناوين النهار، نذهب إلى الصباح، شوف الصباح، الحكومة لا خلاف وزاريا حول سحب الجنازي، أكدت خلال المؤتمر الوطني تمكين الكفاءات برعاية المبارك طرح التربية الوطنية كبديل للتجنيد الإلزامي، العمير أولوياتنا البديل الاستراتيجي وجمع السلاح، وننتظر عودة رئيس المجلس لتحديد الأولويات المشتركة. البلدية قررت جنوب سعد العبدالله وتسلمها للسكنية الأسبوع المقبل، توفر 40,000 وحدة سكنية وتغطي ما نسبته 40% من طلبات السكن. المنفوحي وفرنا مواقع بديلة للمنشآت الحكومية القائمة في المنطقة بهدف تحرير أراضيها. القرار لم يكن بالأمر السهل لولا دعم وتأييد رئيس الوزراء ووزير المواصلات. السور المنطقة تعد حلما لكثير من الأسر الكويتية وستقلل من طوابير الطلبات السكنية والداخلية للعناصر الفاسدة عقابة تسريح من الخدمة. الكويت اعتراف السويد بدولة فلسطين موقف تاريخي. هذه عناوين الصباح. أخي محمد، أبي تعليقك على محمد العبدالله ونفيه أن يكون خلاف حكومي حول سحب الجنازي. أنا بس هو على عجالة، الحكومة دائما غامضة، نعم.
هو اللي خلى الإشاعات الصحفية تمشي، هو اللي خلى القضايا اللي الناس قاعد تعول عليها. احنا كنا نتمنى ان يكون بعد جلسة مجلس الوزراء يكون هناك متحدث رسمي ينقل لهم ما يدور في مجلس الوزراء سواء على مستوى القرارات، حتى لا يكون هناك تمويهات او ما يدور يعني تخضع الى المصادر الصحفية قد تخطئ وقد تصيب. اليوم فعلا المصادر اللي نشرت اليوم قاعدين فيها وزير الدولة شو مجلس الوزراء، وهو قاعد يقول انه مترتب على قضية معينة وهي قضية الغموض الذي يدور في مجلس الوزراء واجتهاد الصحافة والإعلام. نعم. طيب الأنباء اليوم عنوانها كذلك الإفصاح عن حسابات الأمريكيين البالغ 50,000 دولار فما فوق. المالية عقدت اتفاقية مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير البيانات لمصلحة الضرائب الأمريكية. طبعا هذول المزوجين الأمريكان تورطوا الآن، اللي عنده الجواز الأمريكي تورط. ليش؟ يعني الأمريكان حتى اللي في الكويت راح يشوفون أملاكه، راح يدخلون على البنك يشوفون أملاكك وفلوسك وراح تدفع الضريبة، تدفع مالك مفر. فالمساكين الله يعين اللي عنده الجواز الأمريكي أو الجنسية الأمريكية خلاص يعني، وخصوصا 50,000 دولار فما فوق هذه دافع الضريبة دافعها. في السابق كان اللي خارج الولايات المتحدة ما عليه ضريبة، فقط اللي يعيش في أمريكا يدفع ضرائب. الآن قانون فتك الأمريكي، لا، جميع من لديه الجواز الأمريكي ويحمل يعني الجنسية، ما عندهم جنسية طبعا، موضوع الجواز الأمريكي راح يخضع لهذا القانون، وبالتالي جميع أملاكه وجميع أمواله راح يدفع ضريبة. والآن شو الخلصة؟ شلون نطلع من هذه الورطة؟ عموما دارت الدوائر وتورطوا المزوجين الأمريكان الكويتيين الأمريكان، سبحان الله. عموما المملكة استمرار خفض أعداد الحجاج في العام المقبل، والعمير اعتمد تغرير قسائم المزرعة المتكاملة واستدعاء 193 شركة الأسبوع المقبل. الحربي للأنباء الصحة، تسلمت 3 طائرات الإسعاف الجوي والتحالف يشن أكبر دفعة غارات في سوريا وإعلن وقف تقدم داعش في كوباني. هذه عناوين الأنباء. أعتقد نذهب إلى فقرة الكاركتير ونعلق عليها. حلو الكاركتير هذا، فعل معبر. مناقصة وهامور. لا هو قاعد يجيك على المقاص. على المقاص. والله على المقاص، قاعد يفصل المناقصة بالضبط يعني. قادر عليها ولا مو قادر عليها؟ يعني الميزانية. قادر ولا مو قادر؟ يبي يلط، الجماعة يبي يلطون. طيب واضحة هذه فعلا، الله يعطي العافية زميلنا ما تصقر. حالة يمه. أنا معاه شنو؟ العيال رايحين في نيوز نتغدى ونرجع، دبابة رايحين والله فعلا، حماية مدرع رايحين دبابة والعيال. الآن صار فعلا في نيوز الحين صار ذبح مذابح للأسف يعني، وكل أسر بدأت تخوف من الذهاب هناك بسبب اللي قاعد يحصل. وقلنا يعني مرارا يجب أن يكون فعلا هناك، خصوصا المجمع بالذات في نيوز أمانة يجب أن يقنن دخول المراهقين يعني من 17 سنة وتحت، يفترض أنه ما يدخل خلاص يعني، وإن كان هناك كثير من فئة هذه الفئة فيها الناس المحترمة والعاقل، لكن مثل ما قلنا الشر يعم، وبالتالي شفنا هذه الفئة هي الأكثر يعني تضرر، العوائل تضرر من هذه الفئة أكثر، الأسر والعوائل والبنات يعني تضررون من هذه تصرفات الطائشة والصبيانية من فئات أبو 15-16-17-12-13 سنة بهذه الأعمار. بالتالي يجب على المجمع أمانة أن يمنع هذه الفئة، يكون للعوائل فقط، وفوق 18 ممكن يسمح له بالدخول، ناس شوي على الأقل تكانة وناس كبار وأكثر عقلا يعني، على الأقل نخفف شوي، وإن كان للأسف بعضهم بعض أكبر من هذا العمر قاعد تصرفاته طائشة، لكن على الأقل نخفف الضرر اللي قاعد يصير سواء في الفنيوز ولا خيره مجمعات يعني داخلية مو مقصرة. ومو معقول أن نحط على كل مواطن وراء شرطي بعد يراقب، هم الله يعطيهم العافية رجال الداخلية مو مقصرين والله، لكن لا نحط كل الأمور كلها على الداخلية، يجب الأسرة لها دور والداخلية لها دور، وكذلك أصحاب المجمعات التجارية لها دور في هذا الجانب، يعني مو شرط أنه فقط يكون عندك ربح تجاري، هم يكون لك جانب اجتماعي في هذا الجانب، الناس بتروح تسوق بترتاح بتقعد مقهى مطعم، مو قاعد يصير ذبح مذابح. بالتالي أنت مو الهدف فقط الربح بالدرجة الأولى، الهدف هم إراحة يعني زبائنك اللي قاعد يجون لهذا المجمع. أعتقد يجب أن يكون هناك قرارات سواء على مستوى المجمعات التجارية أو على مستوى الأسرة أو داخلية أمانة في هذا الجانب، يعني رايتهم بيضة مو مقصرين ويعطيهم العافية. أعتقد يمكن كانت هذه آخر فقرة من فقرات برنامج ديوان صعب. لما أنت أخبار كثيرة يعني، خصوصا الشهادة بالصفحة الأخيرة في وقت. الأخبار الكثيرة المنوعة، لكن ما بقى زميلنا محمد النجدي ما في أي ما في ما يعطينا مجال، مو معطينا مجال. عموما إحنا أخذنا وقتنا وزيادة. أخ محمد العجمي شكرا جزيلا لك. العفو محمد.
مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، آملا أن تكونوا قد استمتعتوا معنا. نراكم إن شاء الله بالغد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.